طب في بقى خبر امبارح كان برضو نزل وكان عاجل يعني بالامس، لان ناس كتير جدا كمان كانت شايفاه خبر مهم، وهو خبر فعلا مهم. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن عن تاجيل مباراه الاهلي والمريخ السوداني، وده كان الى حد ما برضو متوقع من البعض. المفروض كان اقامتها مقرره في القاهره يوم او يومي 11 و12 فبراير ده المقبل، كان ضمن منافسات الجوله الاولى في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. اللي قال او اللي حصل، الاتحاد هنا الافريقي قال في بيان لي عبر موقعه الرسمي، لجنه مسابقات الانديه قررت تاجيل مباراه الاهلي والمريخ السوداني عشان تقام يوم 5 بقى مارس المقبل، هتكون الساعه تحديدا 9 مساء في ملعب الاهلي والسلام بالقاهره. والاتحاد اوضح ان قرار تاجيل المباراه ده جاء بسبب مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم في طبعا للانديه، والمقرر اقامتها في ابو ظبي في الفتره ما بين 3 ل 12 فبراير المقبل. طيب بمناسبه بقى هنا لو هنتكلم يعني عن قرعه دوري ابطال افريقيا، وضعت الاهلي كمان ضمن المجموعه الاولى مع انديه من زي سان داونز الافريقي والمريخ والهلال السودانيين. فيعني دي اخر المستجدات، وزي ما كنت بقول لحضراتكم ده كان خبر عاجل بالامس، يمكن ناس كتير جدا تداولته، كان حصري كمان لليوم السابع يعني.